حيت العائله ديالي اللي وقفوا معايا، كنت شرط في الزنقه انا وبنياتي. يا ساندونا، هادشي اللي كنبغي نقول للمغاربه، ويعطيو البابا حقه ويرجعوا ليه، ما يبقوش يعذبونا بحال هكا. سمع عليهم. كنكتشف ان الزوج ديالي عنده مرض التصلب اللويحي اللي ما عندوش العلاج، وبديت معاه الدواء، واحد الدواء كنجيبها من الرباط. المهم الحاله ديالو غدا وكتدهور دابا المده من 10/2015 حتى لدابا، مده عام كتقطع ليا الاجره، تشلت لي العضله ديال البلع، ما بقاش كياكل، غتشل لي العضله ديال التنفس، وحنا فين غاديين بهذا الشيء؟ الطبيب ديالو قال لي خاصو ينعس في الكلينيك باش ندير ليه تيو ديال باش ياكل. انا كنقول للطبيب راه ما عنديش التغطيه الصحيه، حتى التغطيه الصحيه حتى هي حبسوا عليا، ما كايناش، حتى هي تحبست عليا والدواء تحبس عليا، كلشي تحبس عليا، ما بقيتش عارفه راسي من رجليا اشنو كاين. الله اللي عالي وعالم، استاذ موظف ولد الدوله، وصلت به الدرجه حتى لهاد الحاله هادي، ما عرفتش انا هاد الشيء فين وصل. كتش والديا، وانا الرساله ديالي كنوجه نداء لجلاله الملك، وكنوجه النداء لكاع المسؤولين باش ما يضيعش حق هذا الراجل، لان كاع اللي كانوا كاع هاد الاساتذه غيكون المصير ديالهم فحال هكا، راه حتى واحد ما غادي يزعم باش يدير استاذ، حتى واحد ما غادي يدير موظف تاع الدوله، الا كان المصير ديال اي موظف غادي يوصل حتى لهاد الحاله. حنا فين غاديين كاع بهذا الشيء كامل؟ كنطلب حق الزوج ديالي، وحقي وحق بناتي، كنطلب هذا الشيء اللي تنطلب، ما كنطلب حتى شي حاجه اخرى، بغيت حقي وحقي ما يضيعش ليا. المهم انا غنشهد شهاده الحق ان هذه السيده مكافحه مع الزوج ديالي لانه يستاهل. هذا السيد راه ولد الدوله، هذا السيد راه ما عندوش العائله، هذا السيد راه كبر في الخيريه ويعني الوضعيه الاجتماعيه ديالو ما جعلتوش انه يتحبط وما يقراش ويخرج يعني متشرد في الزنقه. هذا السيد قرا وكافح وكان كيف كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا تمرمد باش وصل لمستوى انه يكون استاذ ديال علوم الحياه والارض. الحمد لله هذا المرض ديال الله سبحانه وتعالى، وما ياخذش الحق ديالو سنه وما قاطعين عليه الصالير ديالو بدعوى انه موظف شابح. راه ماشي معقول هذا الشيء، واستغلوا الظرفيه ديال ان الزوجه ديالو ما كتفهمش في هذه المسائل، تيقولوا لا جيبي هاد الورقه جيبي هاد، راه يعني كاع لي غابور عطاتهم ليهم كاع، سميتو الشواهد الطبيه لي سكانير. الحمد لله طحت في الطبيب ديالو ولد الناس، انه حتى هو ما بقاش كياخذ الاجره ديال الفحص ديالو. انا بغيت نشوف بابا سعيد بحال البنات الاخرين عندهم الاباء ديالهم، انا ما نقدرش كاع نعيش بلا اب بحال هكا. بغيت من المغاربه يكونوا في جنبنا باش بابا تا هو يقدر ياخد حقه، وما نبقاوش ضايعين بحال هكا، حنا بغينا غير حق بابا، ما بغينا حتى شي حاجه اخرى. بغيت حق بابا، انا بغيت حق بابا، وبغيت حقنا حنا باش نعيشو كأسرة سعيده، وانا بغيت بابا يكون صحيح ويكون قدامنا، وحنا كنا كنشوفو فيه ويلعب معانا.